وهذه الفقرة تتحدث عن المدرسة مثل ما وعدناكم من الصبح، أنه إحنا نتحدث عن الترتيب والتنظيم والاهتمام بالأطفال قبل ما يروحوا على نهار طويل خلال العمل خلال المدرسة. ولكن لو إحنا نتحدث عن وجبة الإفطار، فإحنا نتحدث عن أهم بنزين ممكن تعطوه لأولادكم عشان يكونوا بكامل نشاطهم الذهني وبكامل الاستيعاب للحصص المدرسية. أكيد، وأهم فقرة في اليوم الدراسي الطويل هو فقرة الفرصة. والله حتى في يوم العمل يعني. أكيد بيوم العمل دائماً ناكل الأكل أهم إشي، شو بدنا ناكل أول ما ندخل باب الشغل، إيش بدنا ناكل. فدائماً عند الطلاب أهم فقرة هي فقرة الفرصة يلي هم باخذوا نفس فيها وكمان باكلوا الوجبة يلي حضرت لهم إياها أمهم الصبح. وقديش صعب على الأم كل يوم تسأل الأولاد تعونها إنه شو عملكم سندويشة بكرة؟ طب انتو شو حابين؟ طب هم عاجبهم هاي ومش عاجبتهم هذه الاشي؟ فأكيد كل هاي الأمور رح نناقشها مع أخصائية التغذية آلاء عبد لنتحدث عن خيارات الأم المتاحة لإلها وكيف كمان ممكن يتقبلها الطالب. يسعد صباحك ويعطيك ألف عافية. يسعد صباحك، بحب بالبداية أصبح عليكم وعلى كل المتابعين، وبهني طبعا جميع الطلاب وبهني الأمهات بشكل خاص على بداية الموسم الجديد للعام الدراسي. بالبداية بحب أحكي إنه العقل السليم بالجسم السليم. أهم إشي لحتى يكون في عنا لهاي المقولة إنه نكتفي فيها ونحكي إنها بالضبط إنه تمت لطلاب المدارس، إنه بداية اللي هي النوم بكير والصحوة بكير، هاي أهم إشي بالبداية. كمان تناول وجبة الفطور قبل ما ينزلوا على المدرسة، وجبة الفطور لازم تكون متنوعة، يعني كل يوم ننوع بالوجبات. حتى مثلا كمان راعي حاليا الوضع الاقتصادي الموجود احنا حاليا فيه، انه مش بالضرورة انه نشكل كل مثلا مربى عسل لبنة جبنة، لا ممكن إن مثلا كل يوم نحط لهم مثلا نوع معين من هاي الوجبات مثلا. بس هون لا، انت عم تحكي عن الفطور اللي بياخدوه في البيت قبل ما يطلعوا ولا الفطور اللي بياخدوه معهم على المدرسة؟ هذا قبل ما ينزلوا فيه على المدرسة طبعا. أهم إشي لازم يفطر قبل ما ينزل على المدرسة، هذا غير الفطور تبع الفرصة. غير الفطور تبع الفرصة، هاد مثلا كيف أحكي لك، بالبداية بشرب كاستن مي، بعد بنص ساعة مثلا بجهز حالهم بلبسوا أواعي المدرسة بكون الفطور جاهز، يعني مش مباشرة ناخد وجبة الفطور أول ما نصحى من النوم، يعني لازم بعد بنص ساعة تقريبا ساعة، مش رح يكون فيها المجال الكبير لساعة، فنص ساعة ماكسيموم بتكون أم حضرت وجبة الفطور. بتكون لازم تكون موجودة فيها طبعا بروتينات كربوهيدرات بشكل أساسي، المفروض تكون كربوهيدرات هي منها النشويات، تكون نشويات حبوب كاملة، يعني يكون الخبز الأسمر يفضل أكثر من الخبز الأبيض، يكون في بروتين جبنة لبنة بيض أو حليب. دائما يفضل للطلاب اللي بكون أعمارهم بين مثلا 7 سنين لحد 10 سنين يفضل أنه يأخذوا كاسة الحليب بداية من على الفطور، بعدين يأخذوا مثلا سندويشة معهم قبل ما ينزلوا على المدرسة، بالإضافة لسندويشة المدرسة لازم يأخذوها معهم مع حبة فواكه. مع أحكي خضار. أول قبل ما ندخل على سندويشة المدرسة على الساعة هاي أو الفترة اللي قبل الفطور، يمكن مش الكل معه ساعة، بتذكر كنت أجهز 12 دقائق منزل خاصة المدرسة بكير يعني. بالضبط، فبكون وقت بكير، فلو في خيارات خلينا نحكي اللي هي ممكن تكون سهلة على الأم إنه هي تحضرها الصبح، خاصة إذا كانت عم تشتغل وكمان الأولاد يتقبلوها خصوصا الصغار، لأنه هم لما ينزلوا على المدرسة الصبح إذا بدك طعميهم جبنة أو بيض أو هاي الشغلات يمكن معدتهم ما تتحملها، فبدهم شيء خفيف وبنفس الوقت صحي. فإيش ممكن هون نحكي عن خيارات محددة؟ خيارات محددة إنها تكون سريعة، كاسة حليب مع حبة فواكه أو مثلا كاسة حليب مع حبة كرشلة، أساس إنها تكون سريعة، بس في نفس الوقت إنه يكون عارفين إنه الطفل بحاجة لكميات أكبر أو احتياجاته بتكون أكبر بهذا العمر لأنه في مرحلة نمو. فالمفروض انه نعمل له سندويشه قبل ما ينزل على المدرسه، ممكن ياخذها معه وكمان بالاضافه لسندويشه ثانيه ياخذها وقت الفرصه. تمام، لانه هذول بحكي لك انه الاطفال بهذا العمر بحاجه لكميات اكبر واحتياجات اكبر من انت مع انه الام تعمل جدول غذائي لطفلها بانه كل يوم مثلا ياخذ سندويش بعنصر غذائي مختلف؟ طبعا بحكي لك لازم التنويع، يعني لازم كل يوم نعمل سندويش جديدة، مش كل يوم لبنة لبنة لبنة، لا بدنا ننوع على أساس إنه نعطيه كامل العناصر الغذائية الموجودة بكل المواد ونشكله، يعني مثلا اليوم سندويش لبنة، ثاني يوم سندويش زيت زعتر، دائما طبعا ما بفضل سندويش المرتديلا على المدرسة ولا البيض فدائما بفضل إنه تكون سندويشات منوعة زي ما حكيت لك زيت وزعتر لبنة. ممكن حتى كمان يعني منوعة رح تصفني إنه طب وبعدين إيش رح ياكلوا، يعني برضه كمان ما في خيارات
محدودة يعني. هي هاي الخيارات صراحة بتصفي. ممكن إنه مثلاً إحنا نصير نضيف عليها إضافات، مثلاً نحط خضار معها، نحط معها ذرة، نحط يعني ممكن هاي الإضافات البسيطة هي ممكن تعمل تنويع، أو ممكن أن تعمل لانش بوكس تحط فيه فواكه. هذا لوجبة الفرصة، هذا حكيت لك إيش رئيسي إيش أساسي، لأنه هو رح يكون ساعات طويلة خلال المدرسة، مش بس الصبح رح يأخذ بس الطاقة من وجبة الفطور ورح يركز عليها خلال النهار، لا. هلا وجبة الفطور هي الرئيسية، ليش؟ لأنه هي بتعطيه طاقة، بتمده بالطاقة خلال فترة النهار الطويل بالمدرسة، بتنظم مستويات السكر بالجسم، غذاء للدماغ. طبعا لما نصحى من النوم بعد فترات ساعات طويلة بتغذي الدماغ وبضل الجسم في تركيز في نشاط خلال فترات الدوام الطويلة، وبساعد الطلاب كمان. بالضبط. طب لما احنا بنحكي عن وجبتين رح ياكلوهم خلال 3 ساعات، فبالتالي احنا كمان بنحكي عن كميات تكون معقولة، عشان هو مش من الصبح يبلش ماكل فطور كثير دسم بعدين يروح على كمان مرة بخلال الفرصة ياكل وجبة متكاملة، فهو راح يصفي كسول. لا هلا الطفل لما بيكون متعود من البداية على انه ياخذ فطوره ما رح يصير في عنده خمول. هلا ليش احنا لما صراحة في هاي الفترات لما الواحد يكبر ما يكون متعود على وجبة الفطور، بحكي لك انا لما بفطر بصير عندي خمول، هذا شيء طبيعي لانك انت بالاصل ما تعودت من انت صغير على انك تاخذ وجبة الفطور بكير. اهم شيء ناخذ وجبة الفطور بكير، حكيت لك بعد ما صحيت من النوم نص ساعة لساعة، هذا افضل شيء. واهم شيء نركز على شرب المي طول النهار، مش بس كمان الصبح اول ما نصحى من النوم، كمان النوم لما ننام احنا بكير، نصحى بكير، ناخذ وجبتنا بكير، خلال النهار ما بصير استحاله يصير في عند اي طالب خمول. كمان وجبه بعد 3 ساعات الجسم بيكون هضم الاكل، ما راح تكون هالوجبه دسمه صراحه انه تاخذي نص سندويش الصبح لبنه او زيت وزعتر، مش راح تكون بكمه هالتعقيد. يعني مش مثلا انك تاخذي قطعه لحمه خروف زي انك مثلا تاخذي سندويشه لبن الصبح. مزبوط. وحتى هلا في حتى المتطلبات اختلفت من طالب لثاني ومن ام لثانيه، وحتى طبيعه المدارس كمان خصوصا المدارس الخاصه صارت تقدم وجبه غداء بتكون موجوده بالمدرسه. ممكن الام هون ما تعملش الفطور للطالب فتركن على هاي الوجبه وهي ما بتكون مع ابنها لتشوف شو باكل وشو بعمل شو بسوي، ايش هون بتعمل بهاي الحالة؟ هذا الاشي خطا، يعني الامهات المفروض ما يركنوا، لانه اصلا الطالب لما بيعتمد على وجبه واحده بتصير في عنده سمنه، يعني معرض لانه يصير في عنده سمنه لانه بركز على وجبه واحده باخذ كميات اكبر من حاجته. تمام. هلا وجبه الفطور هي بتنظم كميات الاكل خلال الوجبات الثانيه ممكن يتناولها. كمان بالنسبه لمثل ما حكيت المدارس الخاصه، انا كثير بحب فيهم شغله انهم بيحددوا مثل ما حكيت انه مثلا كل يوم بحددوا وجبه الفطور راح تكون سندويشه لبنه او ممكن مثلا مجدره. في كثير مدارس خاصه موجود بنابلس، وبحيهم صراحه هذا الموضوع انهم بحددوا نوعيه ال بعملوا برنامج هذا، غير انه هم اساسا يعملوا تنويع. هلا في عشان نفرق، في مدارس بتقدم هي وجبه الغداء وفي مدارس بتعطي الام برنامج بتحضر هذا الجدول، بس مع الضائقه الماليه بتوقعوا مع يمكن الطالب ممكن ما يحبش هذه الخيارات الموجوده، فيمكن هنا في شغله. انا يمكن بحب اسال عن طبيعه السندويشات اللي موجوده في المقاصف، في مقاصف المدرسة اللي احنا كلياتنا يعني بنتذكرها واليوم كمان بنسمع عنها، فبكون في نسبة لحوم عالية في هاي السندويشات. يعني مثلا بتلاقيها بيقدموا معجنات الدجاج المسحب، النعناع، بيكونوا كمان سندويشة الفلافل مع الحمص والسلطات. هلا لما هون يكون الطفل، هون كمان احنا بطلنا نحكي عن الطفل الصغير، احنا صرنا نحكي عن الطفل اللي اكبر شوي بمرحلة 12 لعند 18 سنة. تمام. هلا شو يكون هو مفطر عشان يقدر ياخذ هاي الوجبه على الساعه 11 او على الساعه 10 ونص، ولاي مدى كمان هاي مع كميه الحسنات اللي راح ياكلها او المنكهات الثانيه راح تكون مضره بصحته؟ هلا انا بشكل رئيسي بتمنى من التربيه والتعليم انه يكون في مراقبه على هاي المقاصف، يعني الشبسات العصائر المصنعه الموجوده بهاي المقاصف المفروض انها ما تكون موجودة، يعني تلتغى. يعني لازم يكون تركيزنا. أنا كتير كمان بحيي مدارس سلفيت، مدارس سلفيت حالياً بتبعوا نظام صحي لطلاب المدارس، بيعملوا وجبات رمزية بسعر رمزي اللي هي مجدرة، معكرونة، أشياء ممكن تكون بسيطة بس إنه كمية القيمة الغذائية الموجودة فيها كثير منيحة وبتفيد الطلاب أكثر من الشيبس والشوكولاتة والعصائر المصنعة. كمان الأهالي بيلعبوا دور بهاي الموضوع، المفروض الأهالي ما يكون المصروف اللي بيعطوه للطلاب كبير، يمكن حتى يمكن أفضل ما يعطوه،
ياخذوا يعتمدوا على الوجبات اللي بعتوهم اياها من البيت، يعني مثلا سندويشه مع حبه تفاحه مع خضار، او مثلا الباكيتات الحليب الموجوده معهم كمان مع حبه فواكه ممكن ياخذوها خلال الفرصه هيك لحد ما يروحوا يستعدوا لوجبه الغداء. كمان نحكي شغله على في بالفرصه او قبل مع تحضيرات الام لوجبه الفطور تاعت الولد اللي هي بده ياخذها ياكلها بالمدرسه، في اميات بيحبوا يعطوهم الحليب الكرتون المبستر او اللي بيكون عن طعم الموز الفراوله، هاي النكهات يعني بقول لك خلص مع تجهيزات بعطي سندويشه مع هذا العصير. قديش كمان صحي انه هذا يتناوله مع الفطور يعني بفتره الفرصه؟ البروتينات كثير مهمه وضروريه لانه في مرحله نمو، فاحنا دائما نفضل انه ياخذ بروتينات بهذا العمر بكميات اكبر شوي من الاعمار الثانيه صراحه، لانه في مرحله نمو فهو بحاجه لحليب مثلا كاس الصبح او كاس المساء. بس هي بتكون اللي هي عرفتيها العصيرات او العصائر الكرتون بتكون اللي بتكون انت بتحكي عن الحليب المبستر ولا العصير الكرتون؟ لا العصير الكرتون انا حتى سواء كان كرتون او ازازه او كان نوعيته لا ما بفضل صراحه العصير المصنع لا شو ما كان، لأن في مواد حافظة. فبحكي لك أي منتج فيه مواد حافظة أو أصباغ أو أي منتج فيه بضر لصحة الأطفال يفترض إنه وزارة التربية والتعليم تمنع هاي المنتجات الموجودة بالمقاصف، يكون في رقابة أكثر. طب قبل ما نختم يمكن آخر سؤال على السريع اللي هي للطلاب اللي ما بيحبوا يأكلوا وصحتهم بتكون متدهورة والأم تعبت بهذا الموضوع، إيش تعمل؟ صراحة ممكن الإرشاد، ممكن إنه نشد أهليهم الطريقة اللي ممكن نعاملهم فيها أساسا إنه نفتح شهيتهم على الأكل. ممكن إنه مثلا إذا كانوا أطفال صغار وجبة الفطور إن نعملهم أشكال على مثلا بالخبزة، مثلا تكون توست نحط لهم الخيار على شكل سمايل، تشكيل التنويع إنك تجذب الطفل لشكل الوجبة ممكن هذا الإشي حتى إنه يأخذ وجبة الفطور. فبتخيل كمان يكون الأهل هم القدوة، يعني يكون في نظام في البيت إنه إحنا كلياتنا بنفطر، فلما يشوفوا إنه ماما وبابا عم يفطروا فهم طبيعي رح يصيروا بيفطروا، وهي قصة التعويد كمان من سن صغير، فبتخيل بعدين رح تصير معهم على أكيد. على سن أكبر. أنا دائما بتمنى من الأهالي إنه أي إشي بدهم يرسخوا، لأنه بكون طفل صغير أي إشي بتعطيه أي معلومة بترسخ بدماغه، أنت أي إشي كمان بتعوديه عليه من هو سن صغير بيمشي عليه لحد ما يكبر. ف صح وبدها التعويض. صحوة بكير كمان مشان الواحد يحضره طبعا أكيد. إحنا كده نتشكرك آلاء عبد أخصائية تغذوية على النصائح اللي قدمتيها، ونتمنى أن تكون الرسالة وصلت للأمهات وكمان وصلت للأولاد اللي رح يحضرونا بعدين. شكرا لكم، يسعد صباحك.